هو ملي داوها للسبيطار داروا ليها وداروا ليها فازلين وفاصمه وصيفطوها، قالت لي اختي ما كاينينش الطبه حتى النهار اثنين وجي، وهي السيده في الدار حارق الدرجه الثالثه، ما خص هذيك خاصها تشد هذيك وتلقى العنايه وما يخرجوهاش لينا، واخا نبغيو نديوها صحي يقول لك لا هذه خاصها تعالج، شدوها ولا حوالينا محشوماش عليهم. كنقول لوزير الصحه يجي يدير كونترول كاع على السبيطارات ويجي يشوف الناس راه ضايعه والناس راه مشرده وراه اللي عندك الفلوس راه تسواني، ما عندكش فلوس ما تسوانيش. انا نقول لك حتى من الراميد راه ما بقاوش كيبغيو يقبلوها لينا، باغي الفلوس. الا بغيتي الدواء يا اختي ديري الفلوس تحت منك وسيري الدواء زافت احلام وحفيظه. على كل كانت العنايه غتموت احلام قاتلين حفيظه حفيظه نكذبوا عليك حفيظه حيت عشنا معاها من نهار مسكينه وقع على هذاك المشكل وحنا كنعيشوا معاها، يعني حتى احلام حتى هي بقات فينا صراحه، ولكن يعني في درب واحد بيناتهم 15 يوم حرامت حرام في نفس النهار. ولكن هذا الاهمال ديالها شنو ديال السبيطارات؟ على كون كانت العنايه وكانت العنايه وكانوا الوقايه غادي تموت احلام ولا غتموت حفيظه، ما غاديش يموتوا. علاش؟ علاش؟ ما كاينش اختي ما كايناش العنايه، عندك فلوس دوزي طيحه، ما عندكش راه سيري موتي، سيري شوفي الناس دابا فين عايشين، عايشين على برا مساكن ناعسين على برا، قال لك ما كاينش البلايص، علاش ما كاينش البلايص؟ سيدنا كيدير البلايص ما كايناش البلاصه، سيري بغيتي ديري بلاكا ما عندكش، يقول لك سيري خلصيها درتي خلصي ما كاينينش ما عندهمش ما عندهمش. عداش عداش ديروا الراديو في ميريز سيري اختي ديروا واحد الجوله صحفيه ودخلوا لينا الميريز قوم تنكري الناس راه ناعسين الغفلر عندك راك والله حتى الناس ناعسين الغفلر سؤولين انا حنا كنطالبوا بحق وزاره الصحه انهم حاجه وحده يعاونوا الدرويش حاد قال فرحين زادوا فيه الدرويش راه ما عندوش اختي باش يعيش كذب عليك بنادم راه ما عندوش بزاف كذب عليك اختي بزاف خلاتنا محروقين صراحه بزاف 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 والله يا اختي بزاف جوج بجوج ما كنقولوش عليك بجوج ما اختي بزاف علينا دابا كلشي دابا ولا تعيد الراجل اللي تحرق يحرق مرته راه بزاف لهذه لان باش تعرفي بان بنادم راه ما كاينش ما كايناش شي حاجه اللي تحميه من يوصل الراجل يحرق مرته بزاف راه حافظ داخل حط بطنا الله ينصركم الا ما وقفوا معانا وقفوا مع الهل ديالها راه مسكينه راه ماتت راه مسكينه مظلومه هذا الراجل حرقها خاص الراجل يتحرق دابا الراجل اللي ناضي نوض يحرق مرته اللي ناضي نوض يحرق مرته علاش على الغلا على هذا الشيء اللي واقع حشومه عيب حشومه هذا الراجل ديالها اللي عنده القلب ومشى حرقها وخلى بنياته دابا اشنو الظلم ديال هذيك السيده اشنو حقها عند الله وانت يا الله يهديك الله يهديك على نفسك اللي درتي هذه الحاله السلام عليكم خلات الوليد صغير والبنيات جوج هذوك البنيات ما عارفينش هذوك البنيات فاش غيعيشوا باش غيعيشوا احنا عندنا رجال عندنا الولاد وتقهرنا تقهرنا بالكرة بالماء والضو بالزيت بالطحين كلشي غالي ورجالين هذوك العيالات واحد ما حيدتو الكرة ما حيدتو الماء والضو ما حيدتو بزاف المصاريف حشومه كاع هادشي ماضين فيه الزيت يزيدوا فيه الطحين يزيدوا فيه الماء والضو ينزلوا على عباد الله ب 30000 ريال حشومه كنقول لي حشومه وزاره الصحه كنقول لها حشومه هادشي اللي كيديروا على الناس وهادشي ديروا المراقبه في السبيطارات خرجوا اللجنه حفيظ الله يرحمها هو تبتع في السؤال هما جعلتوها الجنه هي واحلام وجميع اموات المسلمين الله يتبتع في السؤال وليدي وهما اللي حرقوا هما يحرقهم ربي الدنيا واخره نطلبوا الله سبحانه وتعالى ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الصبر على عائلتهم ولوالديهم هكذا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى وليدي